اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق. هناك بعض الأبراج التي لا يمكن أن تتوقع تصرفاتها مطلقا، فعندما تكون أحد هذه الأبراج يعني أنك شخص لا يمكن أن تشعر الآخرين بالملل على الإطلاق، ولكن يبقى الجانب السلبي من هذه الصفة وفقا لعلم الفلك أنك ستكون إنسانا غير موثوق ولا يمكن الاعتماد عليك على الإطلاق. قد تملك القدرة على إمتاع الآخرين وتسليتهم، ولكنهم حتما لن يلجأوا إليك في الأزمات. طبيعة الأبراج التي لا تتوقع تصرفاتها قد تكون غريبة نوعا ما، فهم سيفاجئونك في كل مرة بأفعالهم، ولن تعرف أبدا ماذا سيفعلون تاليا، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. لا نستطيع إنكار أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص أفضل بكثير من التعامل مع أولئك الذين يتبعون نفس الروتين اليومي ونفس ردود الأفعال تجاه أي من المواقف. كما وإن روتين الحياة سيحولك إلى إنسان تقليدي بحت، ولكنك عندما تكون شخص غير اعتيادي فأنت ستفاجئ الآخرين بما تفعله. هذا ما يجعلك أكثر إمتاعا وإثارة، لأنك سوف تستغل أدنى فرصة لتستمتع وتذهل المحيطين بأفعالك. في هذا الفيديو دعونا نكتشف من هي الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق. البرج الأول على القائمة، برج الدلو. يشعر برج الدلو بأنه غير ملزم باتباع أوامر الآخرين ولا حتى أوامره بنفسه، فهو يحب الحرية ولا يطيق القيود ولا الالتزام، كما لا يسمح للآخرين بتوجيه الملاحظات له أو أن يقولوا له ما يجب عليه فعله وما لا يجب عليه، ومن النادر أن يتأثر باقتراحات المحيطين به أيضا. تجد برج الدلو حاضرا في كل الأوقات وفي جميع المناسبات، يحاول تجنب كل العقبات التي تواجهه، كما ويقوم بسحب البساط إلى جانبه في كل مرة، ويحاول تجنب كل ما قد يثير انزعاجه. برج الدلو لن يشعر بالندم على الإطلاق في حال لم تسر الأمور بالطريقة التي كان يتوقعها. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق، برج الجوزاء. لا يطيق برج الجوزاء جدولة مواعيده وأعماله، فهو شخص غير منظم وتعم الفوضى غالبا نمط حياته، كما ويتجنب دائما وضع الخطط لما سيقوم به لاحقا. عادة ما يكون لديه زخم بالأعمال الواجب إنجازها، ويمكن أن تكون هذه الأعمال مرهقة له إلى حد كبير، مما سيتسبب له بنسيان مواعيده الهامة. يحب الجوزاء الأشياء المشوقة، ولذا لن تستطيع توقع ما سيقوله أو يفعله حتى بعد لحظة على الإطلاق. وبما أنه ينقصه التوجيه الصحيح للأمور، فسوف تراه غالبا يعتمد على إحساسه تجاه الأشياء بدلا من فحصها وتدقيقها لإعطاء القرار النهائي، فقد يتهور في كثير من الأحيان، وقد يتخذ خيارات صادمة في أحيان أخرى،
هذا ما يجعل من تصرفاته مثارا للمفاجأة في كل مرة. البرج الثالث على قائمة الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق، برج القوس. إذا كنت تريد معرفة المعنى الحقيقي لكلمة متحول، عليك أن تنظر إلى برج القوس، فلا يوجد أي من الأبراج الأخرى لديه مثل هذه القدرة الرهيبة على التحول، حيث لن تستطيع على الإطلاق توقع ما قد يفعله بشكل جنوني. مواليد برج القوس لا يحبون وضع الخطط على الإطلاق، بل يحبون التصرف بتلقائية وعفوية. فعندما تعتقد أنك تعرفه، سيفاجئك بتصرفات غير مألوفة تتخطى كل التوقعات. فالقوس يستمتع بجعل الآخرين دائمي التساؤل عنه وعن أعماله. يحب أن يسلب الأضواء بنكاته ومزاحه المبالغ فيه، ويرغب بأن يتحدث الناس عنه باستمرار. يمكننا أيضا تشبيه برج القوس بالحرباء، إذ إنه يمتلك القدرة الهائلة على التلون بحسب الظروف والمناسبات التي يصادفها، كما ويتأقلم بسهولة مع أي وضع جديد يواجهه ومع الأشخاص المحيطين به على اختلاف أعمارهم. فتارة ستجده كالأطفال، وتارة أخرى تجده يتصرف كالمراهقين، وتارة أخرى تجده يتصرف كالمسنين. البرج الرابع على قائمة الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق، برج الحمل. يعتبر برج الحمل من الأشخاص المندفعين بشكل كبير، هذا ما يجعل منه شخصا خارجا عن المألوف، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته أبدا. في الحقيقة قد يتصرف الحمل بطريقة خطيرة نوعا ما، وقد يقحم رأسه في المشاكل أيضا، ما يجعل تصرفاته مثيرة للجدل، وذلك لأنه لا يفكر بالأشياء قبل القيام بها. يحب الحمل مواجهة مخاوفه وخوض التحديات التي قد تواجهه، ولذا نجده دائم البحث عن المغامرات الجديدة، تلك التي ترفع نسبة الأدرينالين لديه وتقحمه في المخاطر والمفاجآت المثيرة. كما ويتسم برج الحمل بمزاجيته المتقلبة، لذلك لن تعرف أبدا متى سيكون لديه نوبة غضب، ومتى قد يقوم بتمزيق شخص ما، ومتى سيكون بحالة جيدة. البرج الخامس على قائمة الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق، برج الحوت. لا يؤمن مولود برج الحوت بأنه من الواجب أن يعيش حياته بصورة طبيعية، وأن يقوم بالأشياء التي يفعلها سائر البشر، فهو بنظره لا يتبع نفس التوجيهات التي يتبعها الآخرون. إنه يميل للعمل الشاق، وستجده ساهرا من أجل إنجاز أعماله، بينما يكون الآخرون نائمين. يرغب بالقيام بالأشياء التي يشعر أنها يجب أن تتم بتلك الطريقة، ولذا يصعب عليك توقع ما سيقوله أو يفعله، ولكنك في كل مرة ستشعر بأنه ممتع للغاية، وجميع أقواله وتصرفاته سوف تبدو لك مذهلة تماما. يتسم الحوت بقدرته الإبداعية الرهيبة، وهو غالبا ما ينظر إلى الأمور من مفهومه الخاص. هذا هو السبب الكامن وراء كونه ممتع للغاية ومحبوب وغير متوقع. أخيرا نستطيع الآن فهم تصرفات بعض الأشخاص، ولو جاءت على نحو مفاجئ وغير متوقع، ولربما سيساعدنا ذلك في تقبل الآخرين كما هم بإيجابياتهم
وسلبياتهم. كانت هذه جولتنا مع الأبراج التي لن تتوقع تصرفاتها على الإطلاق، قدمناها لكم من قناتكم قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات هل ورد برجكم في هذه القائمة، وفي حال لم يرد أخبرونا إلى أي الأبراج أنتم تنتمون. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.